بيان من القيادة العامة لفوج العسكري الأرمني نوبار وزانيان إلى الرأي العام. مناطق شمال وشرق سوريا تسير نحو كارثة إنسانية بسبب تنفيذ الدولة التركية لتهديداتها. الدولة التي تمثل الكيان العثماني والتي تعتمد على سياسة إبادة الشعوب لتحقيق أهدافه. السياسة التي أبادت أكثر من 1.5 مليون من الشعب الأرمني في مجزرة عام 1915 ميلادي. إن التاريخ يعيد نفسه بولادة الدولة التركية لتقف الآن ضد إدارة مكونات في شمال وشرق سوريا. والعالم الآن يشهد على وحشية ما يتعرضه شعب وشمال شرق سوريا من وحشية حقد تجاه كل ما هو إنساني وحضاري. فثورة شمال وشرق سوريا ثورتنا جميعا، ثورة العرب والكرد والسريان والأرمن والآشوريين. إن الصمت لا يزيد الطغاة إلا طغيانا، لذلك نرفض الاستسلام بكل أشكاله وسنواصل المقاومة.